عليكم، صباح النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نهار جديد او فلوق جديد بحال ديما. هذا النهار هذا غنعاود نشارك معكم نهاري كي غيدوز، غنتقاسم معكم الوصفات اللي غادي ندير الفطور ديالي. اول حاجه بدي لكم بها اللي هي هذه الصبغه، بغيت نوريها لكم حيت بزاف منكم كانوا سولوني اشمن صبغه كندير لشعري واين لون وشحال الاسئله، وقلت اش لا ملي انا خديت هذه الصبغه اليوم غادي نشارك معكم زعما الصبغه اللي كندير لسنين وانا كنديرها، هي هذه ديال لوريال اكسيلونس، هي اللي صراحه كنستعمل كنحس بها يعني زوينه للشعر وكتعطيكم داك اللون الكحل الكحل يعني اللي كتقلبوا عليه، خصوصا الناس اللي دايرين زعما اللي صابغين الكحل بحالي. غنوريكم كيفاش كتجي من الداخل. كتكون فيها اكيد الصباغه والماء باش كتخلط الصباغه، وكيكون فيها البلسم ديالها، وهذا كيدار قبل ما كتصبغوا الشعر ديالكم، يعني واحد بحال هو سيروم اللي كيحمي لكم الزغبه ديال الشعر، يعني باش ما تقصفش، يعني باش ما تحرقش لكم الصبغه الشعر ديالكم، يعني كديروا هذا قبل ما تصبغوا الشعر ديالكم. واكيد اللي قاد باش كتخدموا، يعني بالنسبه للناس اللي بغيو يخدموها غير في الدار، انا صراحه كنقادها غير في الدار وكتصدق ليا كما قلت لكم مزيانه. المهم صافي، هذا غير بالنسبه للناس اللي قلت لكم كيسولوني بزاف على اشمن صبغه اشمن صبغه. هذه ديال لوريال النمره ديالها واحد، اي شتوها واحد راه مكتوب عليه اسود بلاك نوار. صافي هذا مكان غادي نوض بحال ديما، نجمع داري، الروتين ديال كل نهار، الشقه ديال كل نهار اللي ما كيتقعداش، اللي كلنا كيطلع لنا في راسنا. غادي نوض نجمع الدار، نشوف شنو غادي يدار. ما يتسمعش لكم كما هذا حس صوفيا كما قلت لكم البارح راه بيت عند الوالده، داكشي علاش غادي غير نجمع الدار وندخل نيشان الكوزينه باش نبدا نوجد فطوري. واكيد بحال ديما راني زعما راني اللي درتها الفطور غادي نشاركها معكم وغادي نتقاسمها معكم. انا يلا دخلت الكوزينه من بعد ما ساليت الجميع ديال الدار والروينه وكل شيء، دابا جيت باش نبدا نوجد في الفطور. هنايا غادي نقاد واحد المولحات غادي نشارك معكم، غنوريكم شنو غادي نشاركهم معكم ونوريكم شنو غندير فيهم في المقادير. اول حاجه كاين عندي اللي هي الربعه ديال الدقيق ديال الفورس، كاين عندي الزعتر، هذا بالنسبه للعجينه. غادي نحتاج معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نحتاج هنايا ثلاثه ديال المعالق ديال الزيت بلديه، ومعلقه كبيره ديال الخميره معجونه. وبالنسبه للحشوه شنو غنحتاج؟ غنحتاج لا داند مقطع طريفات صغار اولا صدر ديال الدجاج، ديروا اللي بغيتوا. وغادي نحتاج بصيله مشلضه وشويه الزيتون الخضر والفرماج حمر محكوك وزويته باش غادي نشحروا هذيك البصله. وبالنسبه للعطريه غنحتاج الخرقوم والبزار والملحه. غير واحد القضيه البنات، انا كنعطيكم يعني بالنسبه لهاد المملحات كاملين يعني كنعطيكم لا باز، يعني بحال العجينه شنو غادي ديروا فيها وكيفاش الطريقه كيفاش غادي تخدموهم. اما بالنسبه للحشوه كما كنقول ديما ديروا اللي نتوما كتبغيو واللي نتوما كتاكلوا واللي كياكلوا لكم وليداتكم، يعني ماشي ضروري انكم ديروا نفس الحشوه. الا عندكم شي حاجه اخرى من غير لدان تقدروا ديروها، يعني الحشوه كتبقى كما قلت لكم اختياريه، ديروا اللي بغيتوا. دابا غادي نبداو، بسم الله، غادي ندير واحد شويه ديال الملحه. واو كاين عندي حتى المدافي اللي غادي نجمع به العجينه، غادي نملح العجينه وصافي. غادي ندير خميره معجونه، ما تسمعش لكم حسوا فيها حيت ما كايناش. غادي ندير دوك ثلاثه ديال المعالق ديال الزيت بلديه، تقريبا هاد العجينه دايره بحال العجينه ديال البيتزا. وغادي ندير ديك معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي ندير شويه ديال الزعتر. غادي نحكو بين يديا، نزيد واحد شويه. اصلا راكم عارفين الطيبه ديال يعني طيبه الزعتر كتجي زوينه، انا بعدا كتعجبني في الطياب، الزعتر كيعجبني في الطياب. صافي بركه. وغادي نعجن دابا هاد المكونات كاملين بالمدافي. غير هو ضروري خصكم تدلكوا العجينه مزيان مزيان، يعني غادي نجمعها وغادي ندلكها مزيان مزيان ونرجع معكم باش نوريكم كيفاش غادي ندير نخدم، كيفاش غندير نصايب الحشو، كيفاش غادي ندير نخدم هاد المملحات هادو. نسيت ما قلت لكمش بالنسبه للعجينه غادي نخليها تخمر لمده ديال ساعه تقريبا، المهم العجينه مزيان ندلكها ونخليها واحد الساعه تخمر ونوريكم كي غندير الحشوه. هي العجينه من بعد ما عجنتها ودلكتها مزيان مزيان كما كيبان لكم، غطيتها هنايا بالسلوفان وغادي نخليها تقريبا تخمر ليا شي ساعه ساعه الا ربع كاك. ودابا غادي ندوز باش نصايب الحشوه، غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليها. المهم غادي نشحروا غير بصيله وغادي نزيدوا عليها على داند وندير عليها العطريه. هنايا شعلت على المقله، غادي ندير فيها واحد شويه ديال الزيت وغادي نشحروا فيها هذه البصيله.
غادي ندير واحد شويه ديال البزار وشويه ديال الخرقوم، وندير حتى شويه ديال الكمون، حيت انا الكمون صراحه كيعجبني في الحشوات كيجي زوين، كتجي الطيبه ديالو زوينه. شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال البزار. واكيد الملحه. انا غنستنى على هاد البصيله حتى تطيح واحد شويه، يعني تشحر شويه، عاد من بعد غادي نزيد عليها هذوك الطريفات ديال لادنك. دابا غادي نزيد هذوك الطريفات ديال لادنك صافي، غنخليهم حتى ما يتشحروا واحد شويه مع هاد البصله صافي، وحتى نطفي البوطه، عاد من بعد نزيد عليها الزيتون مقطع. هي الحشوه كما كيبان لكم، انا غادي نزيد عليها دابا هذوك الطريفات ديال الزيتون صافي، غنخليها تبرد واحد شويه، ومن بعد نشوف هذيك العجينه واش خمرات باش ندوز نبدا نوريكم كيفاش غادي ندير الطريقه باش غادي نخدم هاد المملحات هادو. هي العجينه من بعد ما قسمتها قبيله، راه كنت كنصور ملي جيت نشوف لقيت راسي ما تصور والو، يلا صايبت وحده غادي نوريكم الطريقه كيفاش. المهم بالنسبه لهذيك العجينه اللي درنا قبيله خرجت لي انا 8 د الخبيزات، هي الاولى خدمتها، المهم كتجي على الطريقه. غادي نوريكم وحده اخرى كيفاش غادي ندير ليها. انا غادي نحط هنايا في الطاوه اللي غادي ندخل الفران، غادي نبدا نخدم في هذوك الخبيزات، غادي ندير واحد شويه ديال الدقيق هنايا وغادي نحاول نسرحها. دابا من بعد ما سرحتها هانتوما شوفوا السمك ديالها كيفاش داير، ما تسرحتهاش بزاف يعني غير القياس وصافي. دابا غادي ندير يعني في القياس شويه، وغادي ندير الفرماج هو الاول بحال هكا، عاد غادي نزيد عليه الحشوه من الفوق. دابا غنوريكم كيفاش غادي ندير باش نبدا نجمع في هاد العجينه، يعني غادي نديرها على شكل كموسه، شتوها غاديه وكنطوي في العجينه بحال هكذا. وكيجي يعني حاولوا انكم تضغطوا على هذا الفوق باش ما تحرش لكم هذوك ديك الكميمسه ديالكم صافي. غادي نكمل انا على هذه الطريقه هذه حتى نكمل هذ الكميمسات كاملين، وغادي نديرهم في الطاوله اللي غادي ندخل الفران. هما كما كيبان لكم بعد ما درتهم هنايا في الطاوله، انا دابا طربت واحد البيضه هنايا غادي ندهنهم من الفوق، وغادي ندادر عليهم واحد شويه ديال التحميره من الفوق باش كتعطي واحد اللون اللي هو زوين. من بعد ما دهنتهم بالبيض كما قلت لكم، دابا غادي ندادر عليهم واحد شويه ديال التحميره، بحال هكا كتجي زوينه صراحه في الشكل صافي. ومن بعد غادي نشعل الفران باش ندخلهم يطيبوا. من بعد ما دخلت هذوك الخبيزات اللي وريتكم درتهم في الفران، بديت كنوجد هنايا في البسطيله، ها هي كما كيبان لكم الحشوه. المهم انا ما صورت لكمش صراحه البسطيله حيت ما غاديش تكفيني الوقت نهائيا، هذه ديال الحوت، بسطيله ديال الحوت، وبالحق شي نهار غادي نديرها لكم ونوريكم كيفاش كنصايب انايا البسطيله ديال الحوت على طريقتي. الورقه حتى هي راني قديتها غير في الدار، ما شريتها ما والو، وكندير الحشوه هي الاولى، وكندير عليها شويه ديال الفرماج محكوك صافي، وكنسد الورقه. المهم كما قلت لكم الا كنتو مهتمين بالبسطيله ديال الحوت وتبغيو
تعرفوني كيفاش درت ليها، نديرها لكم على الراس والعين، ما كاين حتى مشكل. اليوم انا غادي نبقى هكا كنسد في هاد الورقه هادي ونكمل هاد البسيطلات ونديرهم حتى هما يطيبوا في الفران. شو كتجي على هاد الشكل هذا صافي. وغادي نبدا نحط هنايا في الطاوة، من بعد ما نسالي كلشي غادي نثقب شويه هاد الورقه هادي بشي كيردون ولا شي حاجه باش ما تنفخش ليا الورقه صافي. غادي ندخلهم باش يطيبوا. ها هما دوك البسيطلات من بعد ما كملتهم. هنايا شنو غيبان لكم، هادشي اللي فوق راه غير ورقه خطاتها طريفات صغار، شتوها دهنت بعدا من الفوق بالبيض هو الاول، عاد درت عليها دوك الطريفات الورقه تا هما اللي قطعت بالمقص هكا صغيورين طوال. دابا غادي ندخلها للفران باش طيب. من بعد ما دخلت هذوك البسيطلات حتى هما يطيبوا، دابا جيت باش نقاد البانكيك. غادي نوريكم شنو غادي ندير فيه، واخا صراحه ديجا انا زعما بارطاجيت معكم كيفاش كندير ليه، ولكن شفت بزاف ديال البنات عاودوا قالوا لي غير عاودي صوري لينا. انا غنوريكم شنو غادي ندير. اول حاجه غادي نديرها نوريكم بعدا المقادير. عندي بنانه، عندي بيضه، عندي واحد الفاني، عندي خماره، ونص كاس ديال زيت روميه، كاس ديال الحليب، وكاس عامر ديال الدقيق، وغنحتاج معلقه ديال السكر سنيده. اول حاجه غادي نديرها غناخذ هذه البنانه غادي نمعسها. غنحاول نمعسها بالفرشيطه، من بعد غنزيد على المكونات الاخرين. البنانه ما طيبهاش صراحه بزاف. وغادي ندير بيضه، غادي ندير هذيك الفاني، وغادي ندير معلقه ديال السكر سنيده. تقدروا تزيدوا حتى دوك لي بيبي شوكولا ولا الشوكولاته هو مقطع طريفات صغار حتى هو كيجي زوين. انا ما غاديش ندير اليوم، غادي نجيب سميتو باش نخلط. ودابا غادي نزيد هذوك السوائل، غادي نزيد الزيت نص كاس، غادي نزيد كاس ديال الحليب، صافي. ودابا غادي نزيد داك الكاس ديال الدقيق ونزيد ديك الخماره حتى هي. وغادي نزيد ديك الخماره صافي، وغادي نخلط كلشي وغادي ندوز باش نطيبو فوق من البوطه. انا البنات هنايا زدت واحد جوج معالق ديال الدقيق كما كيبان لكم، حيت بان ليا واخا هكاك جاري شويه زدت جوج معالق كبار ديال الدقيق صافي. غادي نخلط كلشي عاد من بعد ندوزو باش نطيبو. ودابا درت المقله هنايا كتسخن باش نبدا نطيب في هذاك البانكيك. المهم كيجي خاطر كي بحال هكا كيما شفتو، خصو يجيكم كي بحال هكا خاطر. دابا غادي نبدا نطيب فيه كيما قلت لكم. دابا جيت بتنقد واحد الديتوكس، المهم انا درت فيه درت هنايا الماء، غادي ندير لي طرونش ديال الحامض. هذا تقدروا تعودوا به، يعني تعودوا به الماء اللي كتشربوا مور الفطور، كيجي كيكون صحي وفي نفس الوقت كينقي لكم يعني الجسم من السموم. كما قلت لكم غندير فيه هنايا لي طرونش ديال الحامض. وريقه ديال النعناع صافي. وتقدروا تزيدوا حتى لي كلاصون. انا غادي ندير لي كلاصون البنات، غادي ندير هادو، شوفوا كيفاش دايرين باش نوريكم الشكل ديالهم. هادو كيتباعوا في اكسيون، شفتوهم
كتصيفطهم لي انا صراحه غير صاحبتي، كديرهم في الفريغو حتى كيجمدوا مزيان، وكيطلقوا لكم يعني كيولي لكم العصير اولا الماء ديالكم بارد، وفي نفس الوقت يعني ما كيطلقش لكم الماء، ماشي بحال اللي خدينا غير الماء وخوينا في دوك المكعبات، يعني الماء كيتخلط لينا مع العصير اولا ما كيجيش هو هذاك. هادو من الاحسن، هذه فكره زوينه. انا غنطلق شي وحدين هنايا باش هكا يبردوا ليا هذا الديتوكس هذا صافي، وغادي نمشي باش نبدا نوجد في الطبيله. او هكا كتجي الطبيله ديال الفطور ديال اليوم، قديتها على هذا الشكل. هنايا دوك البسيطلات اللي صايبت قبيله اللي وريتكم، قلت لكم الا كنتم مهتمين غادي نوريكم الوصفه ديالهم. درت هنايا شويه ديال الحرور، كتعجبني انا اصلا البسطيله ديال الحوت بالحرور كتجي زوينه. هادو لي كريب اللي حتى هما شاركت معكم قبيله، درت معاهم نوتيلا، شويه ديال الكيوي والتفاح، وزوقت بالبنان والقرقاه، خوت هنايا شويه ديال اللوز. هذا بتي بان غير سخنتو. هادو دوك المملحات اللي وريتكم قبيله زينتهم بلي طوماط سوغيز والزيتون، وشعلت الشميعات اكيد، حطيت تما البريوات والتمر الشباكيه. هنايا الحريره درت اليوم الحريره ديال القمح، صراحه صحيه وزوينه وكتجي. انا اصلا ما عنديش بزاف مع الحريره الحامضه، يعني كتلقوني بزاف يا اما ديال القمح يا اما ديال التيشه ولا السميده. درت هنايا ديال القمح ودرت معها الحليب، وهادو لي شنيك تما غير سخنتهم، وتما واحد الخبيزات معمرين بالكبده والزيتون. المهم الحشوه كتبقى اختياريه، داير بطبوط صغير وعمرته وزوقته حتى هو بالنصيصات ديال الطوماط سوغيز وشويه ديال الزيتون. المهم صافي هكا كتجي الشكل ديال الطبله ديال الفطور ديال اليوم. غنقول لكم صحه فطوركم، ومول الفطور يقدر نخرجوا، قالت لي ما جا نقدر نخرجوا نمشيو نتقهوا شي بلاصه. المهم مازال ما عرفت اللي درتها مول الفطور، اكيد غادي نبارطاجيها معكم. وصايبت حتى العصير ديال الليمون، وكبيت الحليب درت معاه ما زهر، وتما هذاك الديتوكس اللي وريتكم قبيله صافي. هذا مكان مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا. انا البنات رجعت لكم بعد ما ساليت كما كيبان لكم، جمعت الكوزينه، غسلت الماعن وساليت كلشي. دابا غادي نمشي باش نصلي، ومن بعد نتسنى ماجده حتى تجي باش نخرجوا. كما قلت لكم بغيت نوريكم غير هذا، كانت واحد السيده سولتني عليه. هذا انا هو باش كنمسح الدجاج ديال الفران، كنمسح به البوطاجي، وكنمسح به شحال من حاجه. هو اصلا هذا منظف ومعقم في نفس الوقت. من واحد السيده صراحه ديما كتقول لي شنو سميتو، عافاك صور لينا. ها هو اختي انا صورته لك دابا، نتمنى انه يكون واضح. كنت خديته من مرجان بثمن ديال وقيله شي 30 ولا 39 درهم، المهم ما غاليش. وراه كيدير لكم مده اللي هي طويله، شحال هو عندي كما قلت لكم، باش عجبني انه منظف ومعقم في نفس الوقت، يعني كيعقم لكم حتى البلاصه اللي كتمسحوا به، اللي كتمسحوا بحال البوطاجي بحال الزاج بحال اي بلاصه. صافي هذا مكان كما قلت لكم، غنمشي دابا باش نصلي ونمشي باش نوجد راسي، ونتسنى صاحبتي حتى تجي ونخرجوا مجموعين. غنمشيو نتمشاو شي شويه فوق لاكوت، المهم نهبطوا شويه الفطور. ايوا صافي فيما مشيت اكيد غادي نديكم معايا ان شاء الله. انا نوريكم البنات واحد القضيه يقدر تعجبكم كما عجبتني صراحه حتى انايا. فوق ما تكون هزين شي صاك يعني من سيكانكم، تبقاو ديروا فيه واحد القضيه صراحه اللي قالتها لي صاحبتي وعجبتني الفكره. كتاخذوا طريف ديال كلينكس بحال هكذا شفتوه، وكديروا فيه شويه ديال البخور العود بحال دابا هذا العود. كاع السيكان ديالكم اللي كتهزوا حاولوا انكم ديروا فيهم كما قلت لكم كميميسات ولا كلينكس كي بحال هكا، وديروا فيه شويه البخور والعود، وتحطوه في الجويب الدخلاني وتسدوه فراسكم. اون فوا كتحلوا الصاك ديالكم كتعطيو واحد الريحه يا البنات بحال مبخرين الصاك من الداخل، ريحه كتحمق كتبقى ريحه زوينه، وزعما الصاك ديالكم كيبقى ديما معطر. المهم انا كانت قالت عليا كما قلت لكم صاحبتي وعجبتني الفكره، قلت غادي نقولها للبنات، غادي نبارطاجيها معكم باش حتى نتوما الى عجبتكم تبقاو ديروها في السويكات ديالكم. المهم انا يلاه بدلت حوايجي دابا، ماجده راه وصلت كاينه لتحت، غادي نخرجوا وفيما مشيت اكيد غنديكم معايا. احنا يلا وصلنا للمارينا، ما عرفت ما كان عليكم شو قيله مزيانه يا ماجده، كاينه معايا ماجده وفوزيه. المهم جينا باش نتقهواو هنايا، المهم ضربنا الهوا شويه وصافي، تمشينا بعدا في لاكوت هو الاول شويه وصافي. كما قلت لكم ضربنا غير الجو شويه ومن بعد مشيو للدار.
المهم حنا خدينا الفوندون صراحه ما فوندونش نشوف ما فوندونش ما غيكونديش ما كيكونديش قال لينا راه الفوندون عندهم زوين الفوندون هو اللي في لي بلون لا 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 نورمالمون ناشف نورمالمون الفوندون كيتفتح يعني كيجي شوكولا لا لا هذا ماشي ناشف ناشف شويه شو مهم حنا كنا مشايين فوندون ولكن ما صدقتش كيما بغينا انا خديت جوج فريز وماجدة شوكولا شو وفوزيه قالتكم جا الصه خدات الكلاص ايوا صافي هذا ما كان غادي نتقهوى ونجمعوا شويه كيما قلت لكم بعد غادي نمشيو انا الا دخلت للدار البنات كيما كيبان لكم قبيله فاش كنت خارجه دزت عند هذيك الفوندوز اللي كتجيب دوك لي زارتيكل ديال اكسيون كنت مصيها على هاد القريعات هادو فنانين يربا نشوف الشكل ديالهم كيفاش داير وصيتها صراحه شحال هادي وفاش كنا خارجين كيما قلت لكم عيطات ليا قالت لي بلي راها جابتهم ومشيت دزت ليهم كتجي المهم راها كبيره ما تشبين لكم في الصوره مزيان ولا لا هاد القرعه راها كبيره انا كانوا عاجبيني كيما قلت لكم شحال هادي والجاج ديالهم غليظ يعني صحيحه مزيان ماشي من دوك القرع اللي كيكون الجاج ديالهم رقيق لا بالعكس نهائيا وعجبني الشكل ديالها فنه 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 يعني تقدروا تحطوها حتى في الطبله ديالكم ملي تكونوا كتفطروا مع العائله وكلشي ديروا فيها العصير المهم عجبني انا الشكل ديالها حتى تقولوا لي حتى نتوما الراي ديالكم فيها خديتها بالثمن ديال 250 درهم بالنسبه للناس اللي غيكونوا مهتمين وكيبغيو يعرفوا الاثمنه تاع الحوايج اللي كنشري المهم 250 درهم صافي هذا مكان بيني وبينكم جاني الجوع فاش كنا خارجين راكم عارفين الجو ديال البحر كيجيب الجوع غادي نمشي نشوف شنو غادي ناكل المهم غادي نخبو باقي غير من داكشي ديال الفطور اللي بقى في الفطور صافي غنزيد غير شويه الديسير المهم شي حاجه هكا وهكا وصافي صافي انا غادي نسد هذا الفلوغ هذا انا غنقول لكم شكرا للدعم ديالكم بحال ديما والله يخطيكم عليا غنقول لكم تصبحوا على خير وغدا ان شاء الله غادي يكون نهار جديد او فلوغ جديد وبسلام عليكم وحتى الغد ان شاء الله ونعاودو نتلاقاو